قصة سلسلة القتال العريقة تكن في الكثير من الأحيان لا يمكن أخذها على محمل الجد، من قبضة مقاتل جودو هددت الجنس الفضائي، وجود قصص عن حيوانات مفترسة أصبحت أليفة، ومصارع سومو يعلق ورده بشريط لاصق، ومن ثم هناك لاكي كلوي. ومع هذا شهدت القصة العديد من اللحظات المليئة بالمشاعر والتي جعلت منها قصة جميلة، ومن أن نلقي نظرة على أكثر اللحظات المؤثرة في سلسلة تكن. جون كازاما بطبعها تجسد الهدوء والنقاء، كما تظهر أنها تتمتع بطبيعة مسالمة ومحبة للحيوانات، وهذا ما تبين في نهاية قصتها في تيكن 2. لكن في الواقع هذه ليست مجرد نهاية للتقارب مع الطبيعة فحسب، بل بداية رحلة الألم والمعاناة يتجلى هذا في مهمتها اليائسة لإنقاذ كازويا من فساد الشيطان، حملها بابنها جين وتربيته، والذي لم يحظى بحياة مليئة بالسعادة بالرغم من جهودها. موتها المزعوم على يد إله القتال هوكر، وغيابها عن الساحة عندما كان جين في أمس الحاجة إليها، غير مدركة أنه سيكون سببا في نشر الفوضى والدمار. هذا المشهد يجسد الهدوء ما قبل العاصفة، المصير الأسوأ للشخص الأكثر طيبة في السلسلة بأكملها. قصصيا تعد ميشيل شانغ من الشخصيات الأقل حظا في السلسلة، فقد كانت تسعى للانتقام من عائلة ميشيما لما اقتل بيها واختطاف أمها بسبب قطعة أثرية كانت بحوزتها، تسببت لاحقا في اختفائها عن السلسلة لأجل غير معلوم. نهاية قصتها في تيكن 2 تعد بسيطة وفي الوقت عينه مليئة بالمشاعر، فقد قامت بالتخلص من تلك القطعة برميها في النهر، وبالتالي من المفترض أن تكون نهاية سعيدة لو كانت حقيقية. لو كانت هذه النهاية متممة للقصة لما وقعت أحداث قصة تيكن 3 بأكملها، ولا أخذت الأمور منعطفنا آخر. القصة بين نينا وأنا ويليامز تعد من بين القصص الشهيرة في تيكن، فقد أوضحت السلسلة على مر أجزائها أن الأختين تكره بعضهما البعض، لدرجة أن العداوة بينهما لم تقتصر على المقالب فحسب، بل القتال بالأسلحة النارية وحتى المتفجرات. المرة الوحيدة التي أظهرت الأختين بلا عداوة أو مشاحنات كانت في نهاية قصة نينا من تيكن 2، عندما كانتا في زيارة لقبر أبيهما ريتشارد ويليامز. هكذا كان من المفترض أن تسير الأمور لو كانتا الأختان أكثر منطقية وعقلانية. نهاية أرمور كينغ في تيكن 2 تظهر الأشعة السينية للصدر وشكل موجة تخطيط كهربية القلب، مصحوبة بصوت تنبيه لجهاز مراقبة القلب مضبوطا على صوت ساعة تدق بسرعة، مما يشير أنه يعاني من مشاكل صحية في القلب. يستعد لمباراة المصارعة، يقف ويتجه إلى الحلبة، لكن رؤيته تصبح ضبابية مما يتسبب في تعثره والدم يسيل من عينه المتضررة. هذه النهاية تجسد واقع المصارع المحترف والرياضات المماثلة لها، التعرض للضرب والسقوط المستمر، الإصابات والأمراض الجسدية المصحوبة معها، علاوة على الإجهاد الجسدي والضغط النفسي. وبرغم ذلك لم يسبب هذا الأمر عائقا على عزيمة أرمور كينغ ليقف شامخا ويدخل إلى الحلبة، مما أثار حماسة الجمهور. تيكن 2 قدمت الكثير من أفضل النهايات في السلسلة وحتى القصيرة منها، بالرغم من بساطتها نهاية كينغ الأول تعد من الأجمل. ففي فترة الأعياد يقف كينغ في الأجواء الباردة ويشاهد من خلال النافذة أطفالا في مبنى دار الأيتام يحتفلون بعيد الميلاد. يشعر كينغ بالعار بسبب خسارته في البطولة، مبتعدا تاركا وراءه كومة من الهدايا للأطفال. وبالرغم من خسارته خرج الأطفال راكضا لتحيته، وبينما يقفز الأطفال من حوله بفرح يرفع كينغ رأسه بينما تغمره السعادة. في الكثير من الأحيان بعض القصص تجسد واقعا لبعض الشخصيات، على غرار بول فينيكس الفائز في بطولة ملك القبضة الحديدية الرابعة في قصته. بول الذي كان مندفعا بالتحدي فقد اهتماماته بالقتال، مهدرا بوقته وماله بالملذات بلا هدف أو غاية. ذلك حتى رأى ذات يوم ملصق له في مدرسة صديقه مارشال لاو وبعض التلاميذ تحت إشرافه، هنا أدرك بول ما كان يفتقده وأنه لا مغزى من الحياة بدون شيء يقاتل لأجله. هذه اللحظة بلغت ذروة بول فينيكس وقصص السلسلة بأكملها في واحدة من أفضل إن لم تكن أفضل القصص وأكثرها تأثيرا بأقل الكلمات.
بروس إيرفين يعد أحد أكثر الشخصيات المظلومة، حيث لم يكن موجودا سوى في إصدارات قليلة من السلسلة. وبالرغم من ذلك تعد نهاية قصته في تيكن 5 من أكثر النهايات تأثيرا. في الواقع لا داعي للحديث كثيرا حول تلك النهاية. التنمر بكل أشكاله واقع لا مفر منه، عاشه الكثيرين ولا يزال شائعا. إنما المرأة بحاجة إلى شخص يتطلع إليه ويكون مثله الأعلى تماما كبروس في هذه اللحظة. Keep it up, kid. في تيكن 5 يتاح للمقاتلين مواجهة جين باتشي ميشيما كزعيم أخير. وانغ جين ري كان الشخصية الأكثر ارتباطا بجين باتشي، حيث كانا صديقين منذ القدم، مما وضع وانغ في موقف صعب للغاية حينما طلب منه الأخير قتله وإنهاء معاناته، وإلا سيلحق الضرر على العالم أجمع. ジンバチ! ミシマ家果真是被诅咒的一族吗? ジンバチ! 看来我好像还不能跟你一起走啊! لفترة من الزمن كان إيدي غوردو أحد أكثر شخصيات السلسلة عمقا، فقد كان تلميذا لدى معلم كابويرا الأسطوري والذي كان جدا لكريستي مونتيرو. فور إصابته بمرض يصعب علاجه لم ينجح إيدي وكريستي في الفوز بالبطولة حتى ذاقت السبل، واضطر إيدي للانضمام إلى صفوف قوات جين كازما والذي وعده بالحصول على علاج معلمه. ومع هذا وفي خضم أحداث تيكن 6 تغلب المرض على المعلم بينما كان إيدي غائبا. إيدي ألقى اللوم على نفسه، ويقال أن كريستي فقدت شغفها بالقتال بعد رحيل جدها، مما قد يفسر عدم عودتها إلى السلسلة حتى هذه اللحظة. قصص الأجزاء الفرعية من السلسلة تيكن تاغ تورنمنت لا يشترط أن يتم اعتبارها حقيقية أو متممة للقصة، حيث شهدت ظهور كيان على هيئة مظلمة لجون كازما، بينما في الواقع جون كانت غائبة عن الساحة منذ تيكن 2. في نهاية قصة جين كازما في تيكن تاغ تورنمنت 2 وبعد هزيمة أنون، تسنى لجين رؤية والدته لبضعة لحظات قبل أن تتلاشى، بينما كان هذا الشاب الضائع بأمس الحاجة إلى الإرشاد والمحبة وحنان الأم، أو بالأحرى شخص يكترث لأمره حقا. على الرغم من اختلاف النهاية عن القصة الأصلية، نهاية بيك دوسان في تيكن تاغ تورنمنت 2 تعد من أكثر النهايات الحزينة في السلسلة، فقد شوهد راكعا حزينا في دوجانغ يتذكر والده حينما كانا يتدربان ويستمتعان معا، حتى تذكر اللحظة التي وجه فيها ركلات قوية ضد والده مما أدى إلى موته عن طريق الخطأ. اللقطة كانت مؤلمة للغاية، وشعور بيك بتأنيب الضمير يحطم الفؤاد. لحزن الحظ تلميذه وارانغ كان متواجدا لتلطيف المزاج بطريقته الخاصة. ساب님 화나셨으려나? 뭐 역시 그렇겠지. 안 그러면 사부님이 아니지. 역시 우리 사부님은 화를 내셔야지. 그래야 멋있다고. 오늘도 사부님한테 혼나겠구나. 허랑! 뜻! 너 늦잠이냐? 벌러 팔굽혀펴기 천번 해라! قصة ميغيل روهو هي من أكثرها يأسا. موت شقيقته بسبب الحرب التي افتعلها جين كازما كانت السبب في مشاركته بالبطولة. يعثر على جين ويقوم بهزيمته، لكنه شعر بالإحباط عندما أدرك أن جين لا يعرفه حتى. غاضبا ميغيل يقوم بضرب جين ضربا مبرحا حتى طلب منه الأخير أن يقوم بقتله وإنهاء الأمر. Pero no ahora.
¡Aún no ha sufrido lo suficiente como para merecer la muerte! No. Todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. ¡Entonces te mataré como si no fueras nada! No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. بعد عقود عديدة من العداوة الضغينة والألم، يتم تحديد مصير ميشيما في معركة بين هيهاتشي وكازويا في مكان أقل ما يمكن وصفه بقاع الشيطان، ما بين اللكمات والركلات وحمم البركان. تنتهي هذه المواجهة بالحدث الأعظم. ربما في قصة أخرى، أو لو كان كازويا شخصا مختلفا، فقد تم إضاعة فرصة صنع نهاية أكثر تأثيرا. فحينما قام برمي هيهاتشي، كان من المفترض الشعور بالإنسانية ولو بالقليل، قائلا وداعا يا أبي، بينما يذرف دمعة واحدة. هذه العداوة، هذه الضغينة، ما كانت لتحدث لو كان هيهاتشي ميشيما أبا صالحا لكازويا. هذه كانت أكثر النهايات المؤثرة والمليئة بالمشاعر في قصة تيكن. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.